بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أدريباي. والطول الثالثة اللي ممكن نستخدمها عشان نعرف الروت كوز الفيلير مود اند افكت اناليسيز، وقلناها ان وات از ذا فيلير مود افكت اناليسيز، ات از ا برو اكتيف ميثود تو ايفالويت ذا بروسيس تو ايدنتيفاي برو اكتيفلي هاو ات مايت فيل and to assess the impact of the failure to identify which is the most important part of the process that we need to change. وقلنا ان احنا بنعملها in steps وشرحناها بالتفصيل في فيديو مخصوص للfailure mode effect analysis، بان احنا بنعمل define الfailure mode effect topic وبعد كده assemble a team who know what is this process and then review the process we create a detailed process flowchart. وقلنا you have to write it in details otherwise you will miss some steps that could be the root causes if it will be failed. وبعد كده بنقعد نعمل brainstorming for every step how it could be failed. Failure mode. What is the cause that may lead to this failure mode? And to what extent is the effect of that failure mode? And then بنشوف السيفيريتي والديتكشن والاوكرنس ونحسب الهازارد سكور، بان احنا بنضرب السكور بتاع السيفيريتي في الديتكشن في الاوكرنس. وبعتنا لحضراتكم ازاي في الجدول ممكن تحسب، او حضرتك بتحط الرول اللي انت عايزها so long as بتحط سكورنج من 1 لـ10 for the severity او الديتكشن او الاوكرنس. بعد كده بتحسب التوتال ريسك برايورتي نمبر فور ذا بروسيس از ا هول، وتعرف منها what is the most، هنشوف دلوقتي what is the most important causes it could be failed. وبعد كده حضرتك بتعمل action plan what to do who will do for every step that could be failed for the أكتر من 100. أو هنا هنقول ده في الفيلير مود as a general، لكن هنا هنحدد what is the most important root causes. فهنا دي التول البروسيس ستيب. احنا كنا ضربنا المثل بتاع الكرافي بتاع القهوة، فبنشوف الستيب اللي احنا هندرسها كل ستيب. What is the failure mode؟ يعني in what way it could be going wrong؟ ممكن يكون wrong amount of water، ممكن يكون water too warm، ممكن يكون unclear كرافي marking. وقلنا إن لكل واحدة منها هنعرف what is the impact of the failure؟ What can make it happen as a cause بعد كده، and what is the current control، what is the control that you can detect بيها، ونحط سكور للسيفيريتي والاوكرنس والديتكشن. فلو كان الكوفي الرونج اماونت اوف ووتر ممكن تعمل لك كوفي تو سترونج اور ويك، السيفيريتي بتاعتها بتبقى 8. اسبابها ايه اللي ممكن يعملها ان الرونج اماونت اوف ووتر، ان المارك بتاعه الكرافي مش واضحه، او ان الووتر سبيلد فروم ذا كرافي. وكل واحده بنشوف الاوكرنس بتاعتها ممكن تبقى كل قد ايه، وقلنا بندي سكورنج لو لازم تتعمل لازم تحصل بنديها هاي سكور، لو بتحصل كل يوم يومين بندي 8-9، من كل أسبوع بندي 6-7، لو بتحصلش كتير بندي 5، لو بتحصل rarely
بندي واحد، فده الاوكرنس سكور. هاو كان ايزي كود بي ديتكتد، لو ات از فيري ديفيكلت تو بي ديتكتد، زي الووتر انه سبيلد فروم ذا كرافي مش هتبقى عارفها، لكن ممكن تعرف ان الفيدنج بتاع الماركينج هتديله 4 لانك سهل بمجرد النظر هيبان لك ان الماركينج اللي على جدار الكرافي مش واضح. وفي الاخير بتضرب الديتكشن مع السيفيريتي مع الاوكرنس ويديك الهازاردس سكور. حضرتك الهاي ليفل هازاردس سكور نمبر they will be the root causes that you can work on، زي ان الووتر سبيلد فروم ذا كرافي، ان الامبلوي ان اوير اوف ذا نيد فور كول، اور الكرافي ستورد امبروبرلي. فدي الاسباب اللي حضرتك ممكن تبقى root causes. فبتستخدم الفيلير مود effect analysis through the hazardous score to define what is the root causes of the problem. طبعا هنستخدم الfailure mode effect analysis في الimprove in defining what is the action, who will do it, what to do، ونعيد حسابات ال hazardous score again after application of the action to find out to what extent it is effective. بس ممكن نستخدم الـ failure mode effect analysis to know what is the root causes، ودي ثالث tool ممكن نستخدمها. The most important tool used or most commonly used الـ Pareto diagram. إنك أنت حضرتك لما بتبقى عملت brainstorming للـ causes that will affect، بتبتدي تجمع داتا عشان تعرف الاوكرنس اوف افري كوز. الباريتو دياجرام بتعتمد على الباريتو برينسيبل اللي هي 20-80 رول، اللي هي بتقول ان 80% of the problem is caused by 20% of the causes. 80% من المشكلة بتكون نتيجة 20% من الأسباب. بنرسمها ازاي؟ انك انت حضرتك بتجمع الاسباب وبتحط الاسباب على الاكس اكسس وتبتدي تجمع داتا الاوكرنس اوف افري كوز، وتبتدي تشوف تجمعهم كلهم تلاقيهم بعدد الاسباب، تحط اجمالي عدد الاسباب على الواي اكسس، وقصاد التوتال بتحط 100% وتقسمهم بعد كده، وبعد كده تشوف كل كوز حصل كام مرة وترتبهم من الأعلى إلى الأقل، وبعدين على رأس كل عمود بتحط نقطة، وبعد كده بتجمع القيمة بتاعت أول عمود إلى تاني عمود وتحط accumulated point لغاية أما توصل لغاية 100% من الأسباب. by 80% you will write horizontal line and then we will drop down a vertical line for to specify what is the vital few. If you concentrate on it you will solve 80% of the problem. وبتترسم بالطريقة دي. ادي الباريتو دياجرام، بتحسب كل الاوكرنس بتاعت السامبل بتاعتك كام واحدة، وكان في الفاكسينيشن المثال بتاعنا كانوا 37 السامبل سايز، فبتقول ان 100% بيبقوا قصاد ال 37 ونقسمهم كام في المية، وبعد كده بتحط على الاكس اكسس اسباب اللي بتبقى موجودة الكوزس بتاعة البروبلم، وكل سبب بتحط الاوكرنس بتاعته فوقه، وتبتدي ترسم عمود لكل سبب بقيمة الاوكرنس بتاعته، وتبتدي تحط accumulation point لإجمالي العمودين دول،
وبعدين إجمالي الثلاث أعمدة فوق العمود الثالث، إجمالي الأربع أعمدة مع بعض accumulated point، وبالتالي بتكمل لغاية ما توصل ل100%. تبتدي ترسم horizontal line ل80% وتنزل منه vertical line. This few causes 20 دي few causes بتسبب 80% من المشكلة. If you concentrate on only these three causes, you will solve 80% of the problem. ودي البريتو diagram which is the most important and practical one، ونمرة أربعة في طرق الحل، في مش طرق الحل، طرق الوصول إلى the most important root causes for your problem. اللي بعدها بتبقى الـ hypothesis testing، وهي اختبار الفروض. It can compare two lots of data to see if it is true or variation. بتحط حضرتك فرضيات ان الـ common cause بتاع المشكلة دي بيكون كذا، وتبتدي تعمل حسابات اختبار للفرضية، تجمع داتا عن هذه الفرضية. لو قدرت تثبت ان الخمس على الأقل 5% اللي هي بي فاليو، وهنقولها بقى في الكاي سكوير تيست، لو 5% من هذه الحلول، لو 5% من هذه السامبل فيها فعلا فرضية الحل اللي احنا بنقوله، يبقى الهايبوثيسيس بتاعت ان ده one of the most common causes ان انا هاخدها في الاعتبار.